حسن الطير اللي حط كرة لعلي بابا ويجو إلى الجو. بشكل كبير وبشكل لافت على ان يحضر بهدف، اهتزت شباكه عبد الله العواشير لا من بابا ويجو، لكن كانت هنالك رايه حاضره. حسن الطير الان يصنع ثاني اهدافه في الدوري مع فريق الرائد. يا عيني يا عيني بالكعب جميله، وبابا ويجو بين الاقدام جميله، لا يرد الفرصه، لا يرد الكره من حسن الطير الجميل الانيق اللي يضع كره امام مرمى عبد الله العواشير. وبابا ويجو يا عيني عليه يا عيني عليه، يحط كرة ممتازة ما بين الأقدام ليعلن تعادل الرائد 1-1 الآن. قايل لك هذه المباراة ليس هنالك مزيد.